رجعنا مع عبدالي بيك شو ورجعنا في استوديوات كاكتوس على كارتاج اي بلس. ونحب نقول لكم اليوم الاربعاء ونحن نهار الاربعاء في الليل زاده سي امبورطون. اي نعم والدنيا ظلام. اليوم ضيفنا باش يكون ضيف سبيسيال باش نتحاوروا مع فتحي الرياحي اللي هو انسان اكتشفوه برشا توانسه ليامات على ريزو سوسيو. فتحي الرياحي اليوم انسان شاف برشا في حياته وتعذب برشا ويغني في الشارع باش يقسم يحس فيه مع العباد. نحبوا نفهموا العبد هذا، نحبوا نشوفوه، نحبوا نشوفوا الفنان هذا اش خلاه يكون موجود في الشارع ويغني ومس الالاف. نستقبلوا مع بعضنا فتحي الرياحي. فتحي مرحبا بيك. وبيك أكثر. شنو اللي خليك توا في اللحظة هذه تتأثر؟ محبة الناس لي. الحمد لله يا ربي. حبوك برشا لعبات اكتشفوك على المواقع الاتصال وشافوك في الفيسبوك وفيديوهات بتاعك دار والغنيات. الحمد لله هذاك بفضل من عند ربي. وبسيت برشا عبيت فتحي. نعم. مسيت برشا عبيت بغنياتك. هي صحيح. خاطر أنا كي نغني نغني من كي نكتب ولا نعمل أي حاجة ما نوصل مثلا باش نغنيها للعباد ولا لأي بشر باش نغني له. يلزمني أنا نحاول من جهدي من عندي من الرويرية، خاطر الصوف اللي يبدأ في الرويري. ما نغنيش مثلا نتنفس من هنا عادي، نجبد الهواء الكل اللي عندي نعطيه للبشر هذاك باش البشر هذاك كل لحظة هذيك يشيخ بها يتفرعد. فتحي قبل ما نحكي ونحكي معاك ونفهموك شكونك ونعرفوا حكايتك وش موصلك لهنا، نجمو نسمعوا صوتك باش فما ناس خاطر باش تكتشفك وما تعرفكش. بعد ما صوروني عملوا لي البرنامج وصوروني فيه قبل ما نجيك لك انت يا سي عبدلي، انا قاعد هكا قلت نحضر الحاجه مفاجاه للببليك هذا كامل. ميرسي. ينوضم محل بلاك من نظرة عينيك، هنا والله محل بلاك من نظرة عينيك، هنا والله محل بلاك من نظرة عينيك. خليتي قلبي عالجي مريض قلب، هنا والله محل بلاك من نظرة عينيك، والله والله محل بلاك من نظرة عينيك، والله والله محل بلاك من نظرة عينيك. يلي ما فيك أمان والله ومات بك أمان. خنزيدو نكتشفوك أكثر في الفيتيار هذا ونرجعوا له. يا من 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 يا من 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 يا من من من
الوقت صعب وما فيها مان قضيت عمري عمري وسط الطريق الظلام لا عملت يمي صاحب ولا حبيبي لا حكي له والدموع على عيني يا يما على خد تشيل قضيت عمري وسط الطريق الظلام وشامي شامي ننساكم يلي ما عاد فيكم لمان الوقت صعب صعب وما عاد فيك امان خلوا قلبي عالشي مريض قلب خلوا قلبي عالشي مريض قلب الوقت يما ذهب وقليبي ذهب كرمه ونفيس رداب عديت عمري وسط الطريق الذاب وقليبي يما ذهب ذوق العذاب الوان يا عمري ضايع فتحي فتحي ملا صوت وملا احساس شي خلي اليوم فتحي يغني بالوجيعة هذه خاطر فما وجيعة قاعدة توصل في كلامك في اللحن في الكلمات والله انا بالنسبه لي انا قصدت برشا ابواب لكن الابواب تفعلت معايا المره الاولى لكن بعد كي رجعت رجعت لي بالعكس فوضح لي نمشي مثلا لاي بلاصه لاي مثلا اداره نشكي لهم على وضعي يقولوا لي قد منا ما يطلبها مننا كذا مننا كذا مثلا نحب نعمل كوشك مني نرقد فيه مني نخدم فيه انا ما نمشيش ند العباد نطلبهم نقول لهم حويجه لا ولا اعطوني ما نجمش خاطر الطلبه تخلف العار انا نحب مثلا كي ربي يعطيني بناني بصوت هذايا بالقرجومه هذايا نحب نهدية للشعب نعطيها هدية للشعب والعباد والناس قاعدين يراولك بيه في الشارع بعض منهم مش كلهم ثم اللي تعدى يقول لي يهيني وثم اللي مثلا تلقاه مثلا مذبير وساكن ديما بحذيك الناس تقعد تفرج توا اي نعم انت تعيش في الشارع في الشارع في الشارع ما عندكش دار شنو اللي وصلك شو كيفاش وصلت انك اليوم برك الله صوت وانا حسب ما نعرف انت ما كنتش على كروسه ما كنتش على كروسه كنت نمشي على ساقيه وكنت نخدم لباس كل مره نخدم خدمه ونخدم عامل يومي معناها اي عامل يومي نخدم يعني كل مره كيفاش مره تجاره مره كذا مره عسى مره كذا كل مره حاجه نخدم ما عنديش خدمة مثلا الاستقرار والحاجة فهمتك فهمتني بعد حصلوا الاكسيدون ما نحبش نحكي عليه ياسر لا ما حناش نحكي عملت اكسيدون باش وصلت هكا باش وصلت هكا لا مشيت بالعكاكة قبل ونمشي طريف على ساقية هكا مرة فهمتني أما بعد كوني مرض ما نجمش نقول عليه لطف عليك صح مرض خايب أي سامحني ما نحبش ندخل أنا عندك عائلتك ما عندكش قرابك ما عندكش ناس جميع واحد ما يتخلق كيكة ما عندوش أقارب ما عندوش أيوة أما شنية سمحني كلمك في حاجة كل واحد وكل فول ولاي في نواره ما نتذكر ظروفه تعبة الأخر ظروفه تعبة ما تلومش معناها ما تلومش عمل لا عائلتي ما تلوم لا محليك واحد آخر محليك معناها واحد آخر يبدأ راهو حاقد يقول لك خويا موقفش معايا ولا لا أمي لا وبابا لا لا أنت إنسان متسامح محليك أسمعني كلمك أنا نحب روحي محبوب في كل بلاصة في كل تراهم عائلتك ولا ما تراهمش
براهمش عبد الله. هما ما يحبوش ولا انت ما تحبش؟ لا انا ما نحبش، مش هما ما يحبوش، انا ما نحبش. انا كنت معرس وعندي مراكن كالرجال الكل. بعد الاكسيدون قعدت معايا عاديه، بعد اخويا صارت صوتها فاهم. انا مشيت نشكي على روحي، نحب ناخذ حقي، ما خذيتش حقي. جات الناظر شدت الحكم، مشيت قابلت سي علي العريف في دارو، وقعد يسال فيا يحكي معايا، قال لي جيب لي حاجه ما تثبت. انا قال لي نقف معاك. شنو ما تثبت اكثر من هكا معناها؟ ليه معناتها نجيب له كيما نقولوا نحن وثائق نتاع وثائق اللي انت مظلوم في الاكسيدون. انا تظلمت ولينا كذا وهكا. كي جبت له الوثائق قال لي خليني ندرسهم وبعد نشوفوا الموضوع. قلت له بيه سالي برا 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 للي ولا رئيس حكومه في ساحه القصبه. بعد وقت حكيت معاه قال لي ذكرني فيه. قلت له اخي انا كي نبدا وزير الداخليه ونبدا قاعد في داري، كي يدخل لي واحد بالكروسه حتى كي بعد 100 سنه نذكر، صح ولا؟ قلت نحكي معه طوري الصورة قلت يا قلت يا ولا تذكر وراق. قال لي اسمعك الدوسي اللي مديتولي ذكر وضاعوا الوراق هذوكم الكل، ضاعوا، جيب لي اوراق اخرين. قلت له انا عطيت فيك الثقه، ثقه عاميه، عطيتك لوريجينال ما عطيتكش المصورين، نمشي نجيبهم الاخرين. انا مثلا نمشي للسبيطار باش نطلع ورقه كان هكا. انت لي نورمال مو كرئيس حكومه بورقة بارك ولا بتليفون يشوف كل شيء هكا ولا؟ قابلت فنانين ناس صارت لك حكاية حاولوا يعاونوك، مشيت الفنانين منتجين ناس باش تكتب لهم ناس باش تغني؟ والله يخزر مشيت الفنانين وقابلتهم في قهاوي، قابلتهم حتى في الشارع، وثم اللي خزر لي هكا على جنب كحقرة فهمتني، وثم اللي يخزر لي هكا يقول لي هذا صوت تغني به. فما شكون قال لك هكا؟ اي نعم، موسى هذاك فنان هذا؟ فنان اي نجم نقول عليه. ليه من الذبيه ليه؟ الحقيقه خاطر باش تكرهوا العباد، ربي يهديه ربي يسامحه، كان يسمع فيك يرجع روحه، انا مانيش ولد حرام باش نخليه تونس الكل تكرهك. وفي الموضوع. وثما شو اسمه؟ فماش فنان عاونك؟ وليد صالحي لا لا المعاونه ما عاوني حتى واحد، عاوني كان ربي سبحانه وتعالى ولا الشعب كيما هذايا. فهمتك. هذوكم اللي عاونوا فيا، كي نبدا انا متعدي في الشارع نبدا نغني هم يمدوا لي، اما كي يمد لي واحد ما نجمش باش نرجع عليه. واضح. باهي. عيط لي سمعني وليد صالحي، هزوني الاستديو بحذاهم، نلقى جماعه كي من قابس ولا ما نعرفش منين باش يصبوا عنده اغاني. قال لي نحب نسمع حاجه كي من اللي عملهم انت. جيت هكا دخلوني لك الاستديو، عاد ركحوا لي الميكرو كذا. قلت له شنو تحب نعمل لك؟ قال لي عندك شي حاجه على الام. غنيت له حاجه على الام، اما وقتها ما زلت نكتب فيها انا جديده، ما زلت ما عملتهاش حتى لتو، ما زلت ما كملتهاش، خاطر كي نغني نولي نبكي. قعدت هكاك على جنب، عملت له منها شويه. اللي بحذاه قالوا لي لحن الحمى نتاعنا قشعر، ملا صوت ملا قوة. هو يسمع فيا ما كان غل. قال لي ليه ما نحبكش تغني الأغنية هذايا نتاع الحب ونتاع ندرا شنيا، نحب أنا نعمل لك غناية نكتبها لك مثلا تحكي عليك أنت، تحكي مثلا كيفاش في الشارع أنت تغني وتعمل، فهمتني؟ قعدت نستنى فيه وقتها باش يعيط لي باش يعيط لي ما عيطليش، وليت هزيت روحي ومشيت. باهي نحن تعرفنا عليك شويه، حكينا معاك محلاك، العباد حبتك، صفقنا عليك. قبل ما نسكر معاك كان عندك شي حاجه تحب تقولها للحكومه، للعباد، لعبد معين، للرئيس اليوم يسمع فيك؟ سامحني ومن بعد ذاك نسكروا بغنيه انت تختارها تحب تغنيها للشعب التونسي. واضح؟ واضح. هايك الكاميرا بتاعك. ثم مرأة اللي هي رئيس بلدية جريت في جرتها على أساس باش تعمل لي رخصة يعني بناء تاع كوشك مني نخدم فيه
من نسكن فيه. واضح. قلت لي سب لي مطلب كذا كذا، صبيت لها عملت لها دوسي قدمته لها. قلت لي ما نعملوا لجنة. عملوا لجنة. كل ما نعرضك حتى في الدروس جي طالع بكرابته تقول لي راني عندك رخصة وعندك موقع. يعطيهم لي في يدي تو نمشي. تو نمشي للجمهور، تو نمشي لأي أي بشر. راهو يعاوني ويبني لي حجرة أو حجرة تو نولي نخدم ونولي لاباس كالعباد الكل. وين تبدا قاعد تخلي العباد تجيك؟ كان فما واحد تو يسمع فيك يحب يعمل معك مشروع، يحب يعاونك، يحب يعمل خير بلديه بيدها كل يوم، يحب يعطيك رخصك، وين يلقاوك؟ يلقوني في سيدي بوسعيد ولا في المرسى. شكرا صديقي، تحيه خاصه ليك، نورتنا. تختم لي تسكرني بغنايه على الامه دي. يا من 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 يا من 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 يا من 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 يا يما دنيا غريبة ما فيها مال، ودنيا عجيبة فرحة وحزان. مرة تحن عليك وتعطيك، ومرة من المرات تخليك شارد جيان. مالهم يما يما مالهم مالهم، ولا خلونا نعيش ولا باس. أربع شياب يحكموا في البلاد، وما خلونا نعيشوا لاباس. اخرتها معك اخرتها حفرة وكم تراب، وما يفيدك الندم يا صاحب الخوان. اخرتها حفرة وكم تراب، تندم ولا الندم ما يفيدك. ثم نعود.